يخطئ المستورد في إدخال بيانات الإرسالية بشكل صحيح أو يتعمد ذلك، وهذا ما يستدعي العقوبات من الجمارك على من قام بذلك بعد اكتشاف الخطأ. ولكن مع بداية العام 2020 قدمت الجمارك السعودية مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية، وذلك للمخلصين الجمركيين أو المستوردين حتى يقوموا بمراجعة البيانات الجمركية السابقة وتصحيحها قبل انقضاء مدة 6 أشهر. مبادرة التصحيح الذاتي من الجمارك تكتفي بالفروقات الجمركية بعد التصحيح من قبل المخلص أو المستورد، عوضاً عن العقوبات التي ستطبق على المخلصين أو المستوردين الذين لم يقوموا بالتصحيح بعد انقضاء المدة المحددة. يستثنى من ذلك الشركات التي سبق أو التي يجري التدقيق عليها من الاستفادة من المبادرة. كن أحد المبادرين بتصحيح البيانات الجمركية ومراجعتها، وصحح وضعك عبر موقع الجمارك الإلكتروني من أجل بيئة مثالية وتعاونية في قادم الأيام.